السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. كذلك بنت زكية، قلت بأن أختك الثالثة مخاصمة مع زوجها واقفين على الطلاق، وكان بغي نقول واحد الكلمة وانتهز هذه الفرصة. غير هذا الأسبوع مشيت المحكمة أكثر من مرة، محكمة الأسرة، وشفت بعيني هاتين العينين اللتين سوف يأكلهما الدود يوما ما. رأيت العجائب والغرائب، سوق ديال الطلاق، كل شيء بغي يطلق، كل شيء بغي يطلق، حتى واحد ما راضي. جميع فصائل المجتمع، كاين المتدينين، الراجل باللحية والمرأة بالخمار بغي يطلقوا، وكتلقى الناس اللي هما يا الأوروبيان حتى هي جاية لابسة جين وديرة كوب غارسون، والراجل دير الطربوش ديالو الأمريكان وعايشين حياة تهما بغي يطلقوا، واحد آخرين تهما يا وسط هكا وهكا. يعني كل شرائح المجتمع كتلقاهم تما. القضية غير مرتبطة بالدين، غير مرتبطة بالقيم الغربية، هي مرتبطة بالنفس البشرية وطريقة التفكير في الحياة. راه اللي تزوج اخصو يصبر واخصو يثبت ويبدل ساعه باخرى، لان الطلاق المشاكل ديالو اخطر بكثير من الزواج. اللي كنعرفو مطلقو شحال هادي وما صبروش على واحد 50% من المشاكل، نهار طلقوا لقوا امامهم 300% ديال المشاكل، ما ارتاحوش، خصوصا اذا كانوا معهم اولاد. الحياه كتكبر، لذا كنقول الصبر، الصبر، والانسان يخليه على الله، مشيها ويا الله، عين ما شافت وقلب موجع، خلي الامور كما هي، قل هذا نصيبي، هذا نصيبي وهذا رزقي، وربي وزع الانصبه وذاك هذاك هو الرزق اللي جاك، خذ ديك البركه عند مولانا، اما الراجل اللي هو كيصبر واما المراه اللي كتصبر، اما لا صبروا بجوج صارت حياتهما جنه، والقضاء غادي يرتاح. عندي شي اصدقاء ديالي قضاة ولا كيقول لك انا غنفجر، انا غنطلق مراتي من شده ما يراه من معاناه شديده. وهادشي كله راجع الى ان الناس ما بقاش عندهم الصبر، عندهم الايمان، لكن الصبر فينا هو؟ ثمرات الايمان فيه الصبر. الانسان يصبر، يحتسب تضحيه، نضحي، نتسامح، وكله بعوض. اللي كيصبر عندك يقول لنا صبرنا حتى مل من صبرنا الصبر، انما للصبر حدود، لا قل انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. غير صبر وربي عز وجل غادي يرزقك رزقا كريما. فالله تعالى يجمع بين اختك ورجلها على المودة والرحمة، وينزع من قلبيهما حد الشيطان. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.